تحنثه في غار حراء. قال: ثم حبب إليه الخلاء والتعبد لربه. طيب التعبد شنو؟ اللي كان يتعبد النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو التعبد؟ ما أنزل على شيء، لا صلاة ولا أيوة. التفكر، كان يتفكر في ملكوت السماوات والأرض. قال: يخلو بغار حراء يتعبد فيه، وبغضت إليه الأوثان ودين قومه، فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك، وأنبته الله نباتا حسنا حتى كان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأعزهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأحفظهم لأمانة، حتى سماه قومه الأمين لما جمع الله فيه من الأحوال الصالحة والخصال الكريمة المرضية. كل هذا قبل النبوة يا أخوان، كل هذا الشرف كان قبل النبوة. ولهذا قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: والذي لا ريب فيه أنه كان معصوما قبل الوحي، كان معصوما قبل الوحي وبعده وقبل التشريع من الزنا قطعا، ومن الخيانة والغدر والكذب والسكر والسجود لوثن والاستقسام للأزلام، ده عند نوع النوع الميسر، ومن الرذائل والسفح وبداءة اللسان وكشف العورة، ولم يكن يطوف عريانا ولا يقف يوم عرفة بمزدلفة مع قومه، بل كان يقف بعرفة. إلى كلام طويل ذكر الذهبي في ترجمة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. طيب يا إخواننا، حدينا إن شاء الله الأمور دي كلها مفصلة قدامنا.